مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نتواصل شوطنا الثالث عشر للقعدان. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع مع انطلاق ومسار لهذا الشوط مع هذا الكمي والعدد الهائل من المشاركين من الاسامي التي صالت وقالت في شتى الميادين. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول مصيحان هادي بن علي بن سالم المنصوري من يقدم لنا مصيحان مع المركز الاول ولكن يتقدم معاند ماجد بن سلمان بن سليمان القهيني من القهيني يتقدم مباشره الى مقدمه الشوط ثالث المراكز من الجانب الاخر. نشوف اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات يتقدم مشاهدينا الكرام وياتينا بهذا المسار والتقدم الممتاز اللي هو شباب عبد الله بن سيف بن منين الشامسي من يقدم لنا الشباب مع المركز الثالث رابع المراكز الواصل والمتقدم مهاجر عبد الله بن يعان بن عبد الله المهيري ينتقل مباشره الى خامس المراكز والى ناصي محمد بن سعيد بن محمد الراشدي مع المركز الخامس وفي سادس المراكز ريسينج محمد بن علي بن عيل المنهالي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز السادس وفي سابع المراكز يتدخل مباشرة مستحيل محمد بن غانم بن علي بن أحمد المنصوري. ثامن المراكز ياتينا مكلف خليفة بن عوض بن خويت بن رخيد العامري ومن الجانب الآخر في هذه اللحظات سند مقبل بن عبد الرحمن بن محمد الحطاب السلوي من ينطلق مباشرة ويقدم لنا هذا الاسم ومن الجانب الآخر وصل مع المركز العاشر وياتينا الشبابي مبارك بن راشد بن مبارك الكتبي. هكذا النتيجة هكذا النداء الأول. نعود إلى مقدمة الشوط شباب هو من أعلن حضور هي سلام عبد الله بن سيف بن منينة الشامسي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مسيطر بكل قوة وبكل جدارة مع البداية الأولى ومع الصدارة هنا المسار الأول الانطلاق الأول شباب. المركز الثاني معاند ماجد بن سلمان بن سليمان الكهني مع المركز الثاني. المركز الثالث ناصي يا سلام يا ناصي ناصي تعود الملكية محمد بن سعيد بن محمد الراشدي مع المركز الثالث المثلث الذهبي مشاهدينا الكرام. ولكن هنا اللي يتقدم في هذه اللحظات مكلف خليفة بن عوض بن خويت بن بخيت العامري وصلك مكلف مع الكيلو الأخير الكيلو الأخير ما تبقى إلا الناموس ما تبقى إلا الانتصار العجيب قادم. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لهادي بن نايف بن محمد بن عامر العجمي ولكن شباب يا شباب شباب ما زال المسيطر والمنطلق مع البداية عبد الله بن سيف بن منينة الشامسي يا سلام أهالي العين أهالي دار الزين يطالبونك بالسلام يا سلام. المركز الثاني ناصي سلالة ناصي تحضر بكل قوة محمد بن سعيد بن محمد الراشدي والمركز الثالث هناك من الجانب الآخر يا سلام من ينطلق هنا التقدم مربع ذهبي تشكل القادم أحلى متعب علي بن طالب بن حمد الفيد المري ما يبنى الطاري ولكن البداية الأولى الصدارة هنا معاند 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 ومكلف مكلف ومعاند مكلف ومعاند ويتقدم مشاهدينا الكرام مكلف تكلف بالصدارة مكلف مالكه مكلفنا بالناموس خليفة بن عوض بن خويتم بن بخيت العامري نقول سلام سلام يا بن خويتم سلام يا العين سلام يا دار الزين سق الله دارك سق الله دارك يا خليفة بن عوض بن خويتم بن بخيت العامري سلام على هذا الفوز نقول التهاني والسلام من ميدان الوثبة إلى مدينة العين. المركز الثاني وصل معاند ماجد بن سلمان بن سليمان الكهني المركز الثالث المركز الثالث ناصي محمد بن سعيد بن محمد راشدي بن السكران مقدم لنا معاند. المركز الرابع كان من نصيب متعب علي بن طالب بن حمد الفيد المري. المركز الخامس وصل اللي هو شباب عبد الله بن سيف بن منين الشامسي. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصوله إلى خط النهاية مكلف
نقول سلام يا خليفة بن عوض بن خويت بن بخيت العامري. 4 دقائق التوقيت الزمني، 26 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز معاند ماجد بن سلمان بن سليمان القهني. 4 دقائق 27 ثانية وفاء وتماما. تهانينا والناموس. ثالث المراكز ناصي محمد بن سعيد بن محمد الراشدي بن السكران، ولكن نتأكد من الروية من الدخول جماعي يا اخوان، دخول جماعي من حيل 29 اللي هو ناصي. تعود الملكية مشاهدين الكرام محمد بن سعيد بن محمد الراشدي، وايضا هناك من الجانب الاخر متعب علي بن طالب بن حمد الفيد المري. ونحيلهن مع رجال لهم دور فعال في مثل هذه المواقف هم اللجنة المختصة مع خط النهاية. هو واضح أمامكم. نذكر التوقيت الزمني 4 دقائق 28 ثانية، 3 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.